ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقة عائلية. خناقة عائلية تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مراية؟ شكلك طالع من صندوق زبالة. لا، أصل الخناقة كانت شديدة شوية. مع أبوك ولا مع أمك ولا مع كله؟ مع أبويا، وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ معرفتش تمنعه؟ الخناقة كانت في الشارع عند العربية؟ أيوة. وإيه المصيبة اللي عملتها عشان أبوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف إنك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع أبقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع أرجع البيت عشان ما كنتش أخلص من ماما. لازم، عاملة سودة. خلاص بقى، اللي حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبة لي. هي مسألة عبيطة وهايفة، بس بالنسبة للوالد والوالدة غلطة كبيرة قوي. إيه، سرقت أهلك؟ لا، أبويا ظبطني مع واحدة في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ افندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك، وتكون قدام العماره دي لما تخلص. هتكون هناك الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. اشمعنى الساعه 10؟ عشان ابويا يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العماره، تقول له انا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم.